السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم طريقتي في تحضير الكوكيز او لا البسكويت اللي كنحضروا لوليداتنا خصوصا في وقت المدرسة، وكذلك في حالة كينفعنا في الكوتي او لا الفطور الصباحي شرب الشاي. المهم الطريقة ديالو سهلة بسيطة، كيجي مقرمش وكيجي لذيذ، ما غاديش نحتاج نشكروا ليكم. الى بغيتوا تعرفوا معي على المقادير والطريقة ما عليكم غير تابعوا معي خطوات الفيديو كيف العادة. إلا عجبكم خليو ليا لايك، ما عجبكمش خليو ديزلايك. مرحبا ألف مرحبا بأي تعليق أي انتقاد جا من جهتكم، فكنقول لكم ألف مرحبا بكم وبتعاليقكم. خليكم معايا تابعوا الوصفة حتى الأخير وشكرا على المتابعة. بسم الله على البركة. إلا غادي نحتاج كمقادير، عندي كيس ديال الخميرة الكيماوية أو بيكنج باودر من وزن 8 غرام، 150 غرام ديال الزبده، انا استعملت غير زبده ديال البواطا، تقدروا تستعملوا زبده العبار. فهاد العلبه هذه كتوزن 200 غرام، فغادي ناخذ منها 150 غرام كنعتذر. عندي 150 غرام كذلك سكر ناعم او سكر ثقيل، هنايا راه غير سنيده وطحنتها البنات، ما توفرش انا على السكر كلاصي. هنا عندي الدقيق حسب الخليط، ولكن غادي نقول لكم شحال، فانا هنايا عابره 360 غرام، وغادي نشوف واش غادي ندخلها كامله ولا قل او لا اكثر. المهم في الاخر غنعطيكم المقادير بالغرام شحال زاد ليا. حبه بيض بحراره المطبخ، ربع كاس زيت المائده او زيت نباتيه، ملعقه كبيره مملوءه جيدا نشا الذره او المايزينا، يمكن لكم تعودوها بملعقه ديال الحليب بودره او الحليب المجفف، وعندي رشه ملح. هادو هما العناصر اللي عندي على بركه الله. نشوفوا الطريقه دابا.
هنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه ديالي كنتحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه، ما تدخلوش ليها دقيق بزاف باش ما يجيكمش الصابلي ديالكم قاصح وفي نفس الوقت ما تبقاش كتلتصق. ها انتما كما كتشوفوا كتكون واحد العجينه اللي هي رطبه وهشيشه. المهم بالنسبه للدقيقه البنات انا درت 360 غرام في الاول وعاود زدت 75 غرام اخرى، يعني المجموع كلشي تقريبا واحد 420، ما بين 415 حتى 420 على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. غادي نخليها واحد شويه ترتاح، فهي غادي نخدمها انا مباشره غير دابا يلاه دخل راجلي من الخدمه بغيت نحط ليه الغدا. المهم غادي تنسالي شغالي عاد باش غادي نرجع نخدمها معاكم. البنات العجين ديالنا من بعد ما خليته يرتاح كما قلت لكم غير شويه كنبسطو ما بين جوج ديال البلاستيكات. انا هنا درت بلاستيكه قطعته، وهنايا غادي ندير ورقه زبده وغادي نبسط العجين ديالي. فمعروف على الصافي انه كيتبسط ضروري ما بين جوج ديال البلاستيكات، فانا عاده ما كنديرش ليه دقيق نهائيا. المهم غادي نحط العجين ديالي ونرجع نولي معكم البنات. عند هذه القطاعه دائريه كنطبع البسكويت ديالي اولا الصابلي ديالي. البنات ما يكونش عندكم البسكويت ديالكم غليظ لانكم غادي ديروا جوج ديال الطبقات وحده فوق وحده، خاص يكون السمك اللي هو رقيق. ها انتوما هنا غادي نديروا طبقه فوق طبقه. صافي كنوضعها في صفيحة الفرن كنبقاو مستمرين بنفس الطريقة. صافي هنا البنات من بعد ما كنعمر اللاطه ديالي كما كتشوفوا معايا كناخذ واحد الكيغدو، تقدروا ديروا غير فرشاه وكتوضعوا الثقب في البسكوي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. كنبقاو غاديين بشكل دائري حتى كنوصلوا للوسط كما كتلاحظوا، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. ضروري ما توضعوا فيه الثقب لان هذا البسكوي هذا راه ملي كيدخل الفرن كيتنفخ. من بعد ما وضعت ثقب البسكوي ديالي غادي ندخل لاطا الفرن ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب لينا البسكوي ديالنا. البنات البسكوي ديالي من بعد ما طاب كما كتشوفوا معايا كنتحصل على واحد الويل اللي كيكون ذهبي، ما كنخليوش حتى كيتحمر بزاف كما كتلاحظوا. صافي هنا عندي شكلاط اسود ذوبته. دابا كناخذ القطعه اولا الدائره عفوا ديال البسكو غادي ندير فيها واحد النقطه ديال الشكلاط وغادي نلصق حبه على اختها. تقدروا ديروا نوتيلا تلصقوا به، فانا غادي نكتفي غير بشكلاط عادي. صافي وغادي نوضعها في اللاطه وغنبقى مستمره بنفس الطريقه. غادي نكمل هذا البسكويت ديالي كامل ونرجع نولي بكم بالشكل النهائي ان شاء الله. كيجي مقرمش شفتوا